أهلا بحضراتكم. يبدو كده أن موسم رمضان هيكون ساخن جدا زي ما متعودين، خصوصا أنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دخل هذا السباق بأعمال لكبار النجوم. والحقيقة زي ما قلت لكم في البداية خالص وإحنا بنتكلم، دراما مصرية جدا. مصرية بمعنى إيه؟ مصرية يعني مهتمية بالمحتوى، يعني مش بس دراما وخلاص، لا، محتوى وفن وكبار نجوم في كل المجالات، يعني مش بس في التمثيل ولكن كمان في الكتابة والإخراج والأبطال والتنوع. إن شاء الله هنشوف حاجة حلوة بإذن الله، كلنا في انتظارها. من بين بقى المسلسلات دي في مسلسل مذكرات زوج، أنا منتظرة ده، يعني برضو إيه زي ما شفنا كده أعمال مختلفة السنة اللي فاتت، السنة دي نسمع صوت الأزواج. هيتكون من 15 حلقة. وهنا كمان عايزة أقول لكم إنه المسلسلات السنة دي في 30 حلقة وفي 15 حلقة، ودي كمان حالة حلوة جدا، وبدأت الدراما المصرية الحقيقة تقدر تقدم لك حلقات متنوعة. مأخوذ إيه بقى مذكرات زوج عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير أحمد بهجت، لكن هتتقدم إزاي؟ إيه الموضوع؟ إيه الطرائف؟ إيه المحاور؟ إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنشوفه. طبعا هي هتبقى بطولة النجم الكبير طارق لطفي، وأنا سعيدة لأن طارق لطفي كمان بيحاول إن هو يغير من الموضوعات. المؤلف بقى كمان مؤلف يعني معروف عنه النجاح، يعني اما بتشوف اسمه تعرف انه في مسلسل ناجح قادم اليك على الشاشه. المؤلف الدكتور محمد سليمان عبد الملك، مساء الخير يا فندم واهلا بيك، مؤلف مسلسل مذكرات زوج. مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك، وبتشكر جدا على التقديمه العظيمه دي. اولا يعني انا متشوقه جدا وجود اسمك على هذا المسلسل، قصة الكاتب الكبير أحمد بهجت، طارق لطفي، وباقة النجوم بقى اللي موجودين، يبقى احنا هنشوف أكيد حاجة مختلفة. نتمنى يا رب إن شاء الله. طبعا احنا قبل موسم رمضان كل سنة بنبقى في حالة من الخوف والترقب الشديد، لأنه يعني بنبقى مهتمين جدا إن احنا نقدم للمشاهدين أفضل ما عندنا، وبنبقى كأنه أول عمل، يعني احنا كلنا داخلين مع إحنا، يعني أنا السنة دي مع شركة أروما المنتج تامر مرتضى، الحقيقة السنة اللي فاتت قدمنا راجعين يا هوا، برضو كان عندنا نفس حالة الخوف والترقب والقلق، لأنه برضو شايلين اسم كاتب كبير على كتافنا. صحيح. كان اسمه عكاشة السنة اللي فاتت، السنة دي أحمد بهجت. والحقيقة أنه أنا يعني قريت كتاب مذكرات زوج ده يمكن في سن صغير جدا، يعني طبعا. نسخة حتى اللي أنا بشتغل منها للتطوير دي نسخة أنا جايبها في التسعينات، يعني كنت لسه في سن صغير جدا. لا، والأحداث كانت مختلفة، فعشان كده أنا متوقعة عايزة أسألك، لأن أنا فاكرة كويس من البدايات بتاعة القصة للأستاذ أحمد بهجت، القصة عن مذكرات زوج، شايف إن هو عايز يكتب المذكرات عشان الناس تعرف اللي بيحصل بالظبط يعني. فانت هتتناولها ازاي بقى؟ هتاخد السياق ولا هتراعي الحداثة الزمن ولا ايه اللي هيحصل؟ بطبيعة الحال احنا النهارده بنعمل مذكرات زوج بنظرة معاصرة جديدة، بنظرة جيلنا احنا لمؤسسة الزواج عموما والشكل الزوج ومشاكله ومعاناته ويعني طريقة تعامله مع الحياة متغيراتها الكتير، لانه الحقيقة النوع ده من الدراما في رمضان أثبت السنة اللي فاتت بعد راجعين يا هوا إنه نوع بيقبل عليه الناس، اللي هو الدراما العائلية والدراما البسيطة اللي هي في النهاية ما فيهاش يمكن اللي هي حالة بيوتنا. بالظبط. أيوة. بالظبط، يعني هو ده التحدي اللي كان قدامنا السنة اللي فاتت وكان متخوفين جدا بسببه، وإن شاء الله السنة دي بنحاول نبني على الخطوة دي. والحقيقة إنه العملين لازم أذكر ان هم برضو كانوا بترشيح من استاذ يسري الفخراني المشرف على المحتوى في الشركه طبعًا المتحده طبعًا، لانه هو مهموم جدا بفكره ان احنا يبقى في تواصل بين الاجيال وانه نقدم اعمال كبار الكتاب برؤيه جديده معاصره، فهو الحقيقه حمل كبير ومسؤوليه كبيره، ويا رب ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله. انت اسمك دايما مرتبط بالنجاح، ولكن عايز اسالك اختيار النجم بقى طارق لطفي، لانه طارق لطفي بقاله كل سنه يعني عايز اقول بيقفز على موضوعات مختلفه. حقيقي هو انا طبعا بتجمعني صداقه كبيره بالاستاذ طارق لطفي من حوالي يمكن 7-8 سنين، لكن يمكن ما جمعناش عمل قبل السنه دي، وانا متابع خطواته، وهو الحقيقه ممثل ذو موهبه جباره طبعا جدا، ولكن لغايه النهارده
يمكن في مناطق هو ما راح لهاش. صحيح. منها المنطقه اللي راح لها في مذكرات زوج اللي هي المنطقه الاجتماعيه الحلوه دي شويه، المنطقه الاجتماعيه البسيطه اللي هي مش تراجيك. يمكن طارق بقاله كذا سنه بيقدم يمكن ادوار شر وتألق فيها جدا وعملها بحرفيه شديده جدا وعلته جدا جدا ما شاء الله، وهو يعني دايما ناجح ومتألق. لكن السنه دي احنا بنحاول نجرب في منطقه جديده مختلفه تماما. اكيد. فعلى قد انا متاكده انه هينجح لانه هو ممثل بارع، فدي يعني ادواته اللي هو ان هو يغير من ادواته. يعني هو تحدي كبير قدامنا كلنا كصناع للعمل، فان احنا نقدم طارق لطفي في منطقه يمكن هو ما اتشافش فيها قبل كده. صحيح. بالاضافه بقى للمجموعه الكبيره اللي معاه، عائشه بن احمد، الاستاذ خالد الصاوي، سما ابراهيم، ادوارد معانا كمان يمكن من الاجيال الاصغر شويه، عمر الشناوي، ساره الشامي، جلا هشام، مش عايز انسى حد. لا، اسماء كلها اجمل من بعض. بس انا هسالك يعني سؤال بقى ما بيني وما بينك كده، يعني هم الازواج اشتكوا ولا ايه عشان تعملوا مسلسل؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني بعد ما يعني نيلي كريم عملت المسلسل انتوا بتردوا السنه دي يعني قول لي بصراحه بينا وبين بعض كده في التاسعه يعني. هو الرجل بقى مظلوم في الدراما، خلينا نقول الحقيقه. ايوه قول الحقيقه. ايوه انا عايزه الحقيقه. الدراما لا يعني الدراما مهمومه بقى لها سنين طويله، وده حق المراه. عايزه اقول لك الاستوديو حواليا كله رجاله، فدول هيتفرجوا على المسلسل اجباري يعني كلهم هيبقوا مبسوطين. هو الحقيقه الدراما مركزه يمكن على قضايا المراه بقى لها سنين طويله، وده حق طبعا المراه لانها قضايا مهمه جدا اجتماعيا وكلنا. عشان تعبتونا نعمل ايه طيب؟ ده حقيقي. طيب. مش هنقدر ننكر ده خالص. طيب. لكن ده يمكن نوع من احداث التوازن شويه في الطرح. تمام. لا وتروح جايب طارق لطفي يعني اللي هو استاذ التمثيل، يعني هو اللي يجي يتولى يعني ياخد ناصية الرجال يعني. والله بنحاول كمان نطرح نظرة متوازنة شوية بحيث انها تبقى في النهاية احنا مش منحازين، مفيش انحياز لحد على حد. طبعا. لكن في النهاية احنا بنحاول نطرح بشكل حيادي وبشكل بسيط وبشكل في الاخر اجتماعي، لايت كوميدي عائلي. اكيد. ففي النهاية هو محدش مدان يعني، احنا مش عايزين نهاجم ولا طبعا. يعني لا في النهاية كل واحد وكل قصة كمان في قصص الزواج بيبقى لها خلفياتها ومشاكلها، فانا ضد التعميم عموما يعني. كل قصة داخل اربع جدران ليها تفاصيلها. مظبوط. مفيش حد شبه حد، لكن في النهايه كلنا شبه مجتمعنا بس بيجمعنا. أكيد. عاداتنا. أكيد. وتقاليدنا. عموما أكيد. الكلام هيدور بيننا وبينك وهيبقى لنا كلام كتير هنا على نفس المائده بتاعت التاسعه دي في رمضان باذن الله. كل التوفيق ليكم باذن الله لمسلسل مذكرات زوج المؤلف دكتور محمد سليمان عبد الملك، وطبعا كل طاقم التمثيل والنجم الكبير طارق لطفي اللي متاكده انه يعني هيبهرنا بشكل جديد ان شاء الله. بس في النهايه انا يعني ببقى سعيده، هي القضيه ليست امراه او رجل، هو اسره. انا دايما مؤمنه بانه مفيش حد لوحده، بالذات في مساله الزواج في اتنين مع بعض، الاتنين مع بعض مهمين، هي مهمه هو مهم هو مهم هي مهمه، المهم الاسره كلها تبقى في سلام وامان.